السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي معنا في هذا الدرس. اليوم إن شاء الله سأشارك معكم موقعين يمكنكم من خلاله إعداد سيرة ذاتية بشكل احترافي ومجانا. فقبل أن نبدأ هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة دعما لنا على المتابعة. إذا بداية نقوم بالذهاب إلى محرك البحث جوجل ونقوم بكتابة flow CV بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بالضغط على الاختيار الأول flowcv.com، نقوم بالضغط هكذا. إذا تظهر لنا هذه النافذة على هذا الشكل. نقوم بالضغط هنا على try for free، يعني جرب مجانا. بعد ذلك نقوم بالضغط على الاختيار الأول resume، فresume هي يعني كلمة بالإنجليزية تعني CV. نقوم بالضغط على create، ثم نبدأ بملء المعلومات بداية مع الاسم. نقوم هنا بكتابة البريد الإلكتروني. هكذا. ثم نقوم بإضافة الرقم الشخصي هنا. ثم نقوم بكتابة العنوان، المدينة أو البلد هكذا. وهنا يمكن إضافة هذه الاختيارات، مثلا هنا تاريخ الازدياد، هنا الجنسية، رقم جواز السفر، رخصة السياقة، يعني مجموعة من المعلومات التي يمكنك إضافتها، أو إذا لديك يعني رابط على موقع التواصل الاجتماعي حيث تقوم بكتابة الرابط الخاص بك في مواقع التواصل الاجتماعي هنا، سواء كان فيسبوك، انستغرام إلى غير ذلك. ثم بعد يعني أن تنتهي من هذه المرحلة نقوم بالضغط على سيف، ثم ننتقل إلى بروفيل، نقوم بالضغط هكذا، ثم نقوم بإضافة بعض أو ذلك النص التحفيزي أو تلك المقدمة التي تكون في السيرة الذاتية. إذا سنقوم بكتابتها هنا. إذا بعدما نقوم بكتابة المقدمة أو تلك التقديم التحفيزي في السيرة الذاتية يمكن تعديله من هنا عن طريق تصغيره أو إمالته هكذا إلى غير ذلك. بعد ذلك نقوم بحفظ الكتابة من هنا. بعد ذلك نقوم بالضغط على Add Content. هنا لدينا مجموعة من المعلومات التي يمكنك مشاركتها في سيرتك الذاتية. نبدأ مثلا مع المسار التعليمي، نقوم بالضغط هكذا. نقوم بكتابة الدرجة أو المستوى التعليمي مثلا هنا، مثلا المستوى الجامعي أو مستوى البكالوريا إلى غير ذلك. هنا نقوم بكتابة اسم المؤسسة والمدينة والبلد، ونقوم بإضافة تاريخ الحصول على أو تاريخ عفوا بداية الدراسة ثم تاريخ الانتهاء. إذا بعدما أضفنا الشهادة المعتمد عليها يعني نقوم بالضغط على سيف، ثم ننتقل إلى معلومة أخرى. نقوم باختيار كذلك بعض المهارات. إذا نقوم بكتابة المهارة في هذا الاختيار الأول، مثلا انفورماتيك، ثم نقوم بتحديد الاختصاص يعني الذي يدخل في هذه المهارة، مثلا بيوتيك هكذا. ثم نقوم بتحديد المستوى، أي مستوى احترافك لهذه المهارة، إما مبتدئ أو متوسط أو خبير أو احترافي في هذه المهارة، ونقوم بالضغط على سيف، ثم ننتقل إلى معلومة أخرى. ثم نقوم بالضغط مثلا هنا ونقوم باختيار اللغات، مثلا نقوم هنا بكتابة مثلا اللغة فرنش أم لو فرونسي، مثلا نقوم بكتابة اللغة من هنا فرونسي. وإذا كنت حاصل على بعض الدبلومات أو الشواهد مثلا TCF أو DALF أو DELF تقوم بكتابته، أو أن تقوم فقط بتحديد مستواك الحالي مثلا C1 C2 B1 إلى غير ذلك. مثلا نقوم بكتابة TCF، نقوم
HQ.CF. ثم نقوم بتحديد المستوى مثلا هنا، كما نرى أن هناك مستوى A1 A2 B1 إلى غاية C2. إذا نقوم فقط بتحديد المستوى المطلوب ونقوم بالضغط على Save. يمكن كذلك إضافة لغة أخرى من هنا مثلا، إذا كنت أيضا متقن للغة الإنجليزية يمكنك أيضا إضافتها English أو مثلا English هكذا، ونقوم بإضافة المستوى. أو إذا كنت حاصل على دبلوم معين يمكنك كتابته من هنا إلى غير ذلك. إذن بالنسبة لهذه المرحلة الخاصة بالمعلومات سأقوم بتمريرها حتى لا يكون الفيديو طويل، وننتقل إلى الموقع الثاني. إذن بعد الانتهاء من إعداد سيرتكم الذاتية نقوم بالذهاب إلى Customize، ثم نقوم باختيار التومبليت أو القالب الذي يناسبك. إذن يمكن أيضا تغيير اللون من هنا، نقوم بالضغط على Basic إذا أردت يعني أن تزيل الخلفية أو بتغيير اللون الخاص بالخلفية من هنا Advanced. إذن بعد الانتهاء من تحديد اللون نقوم باختيار Size أو الحجم الخاص بالإطار. إذا قمنا بالنزول إلى الأسفل يمكن التعديل على هذه الاختيارات هكذا. إذن كما نرى أن السيرة الذاتية تتغير من حيث الشكل. إذا قمنا بالنزول إلى الأسفل يمكن تغيير أيضا نوعية الكتابة كما ترى، وفي النهاية يمكن أيضا الاعتماد على هذه الخطوط التي تأتي على هذا الشكل. إذن بهذا الشكل وكذلك من حيث الحجم، إلا أنه قبل يعني تحميل هذا العمل لابد من التسجيل في الموقع، فبمجرد أن تقوم بالتسجيل سيتم تحميل PDF أو السيرة الذاتية على شكل PDF بشكل مباشر. إذن كما رأيتم هي نفسها، لم يتم تغيير أي شيء. إذن بعد ذلك ننتقل إلى الموقع الثاني. بالنسبة للموقع الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه وهو Slidcore. إذن بعد البحث على Slidcore في محرك البحث جوجل نقوم بالتوجه إلى أكاديميك هكذا، ثم نقوم بالبحث على التومبليت الخاص بالسيرة الذاتية. إذن يجب البحث على هذا المصدر، يجب أن نتأكد على أنه A4 CV Free، ثم نقوم بالضغط عليه هكذا. وللإشارة هنا سنقوم بتحميل هذا القالب ثم بعد ذلك نقوم بالتعديل عليه. إذن فلتحميل هذا القالب نضغط هنا على تحميل على شكل PowerPoint، بعد ذلك سنقوم بتحويله من PowerPoint إلى Word للتعديل عليه. أنا قمت بتحميله بشكل مسبق، إذن فالنموذج يأتي على هذا الشكل. إذن قلنا النموذج يأتي على هذا الشكل، إذن كما ترون معي سنقوم بتحويله من PowerPoint إلى Word، ثم نقوم بتغيير هذه المعلومات ونقوم في الأخير بالطباعة. يعني هذا يبقى كمصدر ثانوي لأن الموقع الأول الذي ذكرناه هو أفضل بكثير، فيه مجموعة من الخيارات ومجموعة من وفيه أنواع من التومبليت. إذن بعدما قمنا بتحويل التومبليت إلى صيغة الوورد نقوم بعد ذلك بتعديل المعلومات الخاصة بنا على هذا الشكل، ونقوم في النهاية بالطبع يعني هذا النموذج. كان هذا فيما يتعلق بفيديو هذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة دعما لنا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.